حيث فارغوا الجور وصاروا إلى القبور وحشروا إلى دار دانت لهم فيها دواهي الأمور فلا إقالة ولا رجعة فعلم كل عبد منهم أنه كان مغرورا مخدوعا فسبحان الله كيف بهم إذا نزل بهم ما كانوا يجهلون وجاءهم من فراغ الدنيا ما كانوا يأمنون وقدموا من الآخرة على ما كانوا يوعدون فغير موصوف ما نزل بهم اجتمعت عليهم خلتان سكرة الموت وحسرة الفوت فبرت لها وجوههم وفترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم وعرقت لها جباههم وحركوا لمخرج أرواحهم أيديهم ثم ازداد الموت فيهم ولوجا فحيل بين أحدهم وبين منطقه وإنه لبين أهلي ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله وبقاء من لبه يفكر فيما أفنى عمره وفيما أذهب دهره ويتذكر أموالا جمعها وحقوقا منعها وقد أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومتشابهاتها قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره وحسابها عليه والمرء قد غلقت رهونه بها فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره ويزهد فيما كان يرغب في أيام عمره ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسد عليها قد حازها دونه فلم يزل الموت بالمرء يزيد ويبالغ في جسده حتى خالط لسانه وسمعه فصار بين أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه يردد طرفه بالنظر في وجوههم يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم ثم ازداد الموت به التياطا فقبض بصره كما قبض سمعه فذهبت من الدنيا معرفته وهملت عند ذلك حجته
وما زال الموت يزيد حتى خالط عقله فصار لا يعقل بعقله ولا يسمع بسمعه ولا ينطق بلسانه ولا يبصر بعينه فما زال كذلك حتى بلغت الروح الحلقوم ثم زاده الموت حتى خرجت الروح من جسده فصار جيفة عند أهله قد أوحشوا من جانبه وتباعدوا من قربه لا يسعد باكيا ولا يجيب داعيا ثم أخذوا في غسله فنزعوا عنه ثياب أهل الدنيا ثم كفنوه فلم يوزروه ثم ألبسوا قميصا لم يكفأوا عليه أسفله ولم يزرروا ثم حملوه إلى مخط في الأرض فأدخلوه ثم انصرفوا عنه وأسلموه فيه إلى عمله وانقطعوا عن زورته وخلوه بمفضعات الأمور مع ظلمة القبر وضيقه ووحشته فذلك مثواه حتى يبلى جسده ويصير رفاة رميما حتى إذا بلغ الكتاب أجله والأمر مقادير وألحق آخر الخلق بأوله وجاء من أمر الله ما يريده من إعادته وتجديد خلقه أماد السماء ففتقها وفطرها وأفزع من فيها وبقي ملائكتها قائمة على رجائها ثم وصل الأمر إلى الأراضين والخلق لا يشعرون وأرج الأرض وأرجفها بهم وزلزلها عليهم وقلع جبالها من أصولها ونسفها وسيرها ودك بعضها بعضا من هيبة جلالته ومخوف سطوته ثم كانت كالعهن المنفوش قد دكت هي وأرضها دكة واحدة وأخرج من فيها فجددهم بعد إخلاقهم وجمعهم بعد تفريقهم ثم ميزهم لما يريد من توقيفهم ومسألتهم عن خفايا الأعمال وخبايا الأفعال فمن أحسن منهم يجزيه بأعماله وإحسانه ومن أساء منهم يجزيه بإساءته ثم ميزهم وجعلهم فريقين أنعم على هؤلاء وانتقم من هؤلاء فأما أهل الطاعة فأثابهم بجواره وخلدهم في داره فعيش رغد ومجاورة رب كريم